ميدانيا تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من تحرير مواقع عدة غربية محافظة شبوة، وقالت مصادر عسكرية إن القوات تمكنت من السيطرة على عدد من المناطق في عسيلان وبيحان، فيما تتواصل المعارك في جبل بن عقيل ومفرق حما. تمت السيطرة على العلم والسليم، هذا نقطة السليم. في محاولة لوضع حد لخروقات الميليشيا بشبوة، شن الجيش الوطني والمقاومة عملية عسكرية واسعة في بيحان وعسيلان، تمكن خلالها من تحقيق تقدم كبير في مواقع كانت تتمركز فيها مجامع من ميليشيا الحوثي والمخلوع. مصادر محلية أكدت أن العملية انطلقت من ثلاثة محاور، هي الصفراء وعسيلان ومحور الساق، وتمكنت القوات من السيطرة على منطقة العلم والسليم والسويداء وجبل شميس العكدة ومناطق أخرى. نحن لن نهاجم العدو، بل هو هاجم للصباح، صدينا هجومه ومن واجهنا المناطق المسيطر عليها. المناطق المسيطر عليها كامل، السليم سقط نهائيا، الصفراء ماتت موت، لكن لم تسقط في 21 ولكن ماتت، مقطوع الخط. وتشارك في المعارك وحدات من اللواء 19 مشاة واللواء 21 ميكا، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية التي تهدف إلى تحرير بيحان وباقي مناطق عسيلان. اليوم السيطرة على السليم والعكدة والعلم وشميس والخيبر والآن بلقوم، وإن شاء الله ومنطقة الهجر. خلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، فيما لا تزال المعارك متواصلة في عدد من المناطق، أهمها جبل بن عقيل ومفرق حماة ومواقع أخرى. إذن هل تكون هذه هي المعركة الأخيرة في مديرية بيحان وشبوة، وتعود مناطق المديريتين إلى قائمة المناطق المحررة من الميليشيا؟ الله أكبر، الله أكبر.